علاقة مر عليها سنة حصل فيها برود، الراجل ابتدى يزهق، ففي الأول كانت عجباه جابها، دخلوا في علاقة، ابتدى يزهق ويمل لأن هما بقالوا سنة. أنا بكلم البنات اللي قبل الجواز، أنا مش دقة قديمة. عشان كده أنا بقول دائما وأبدا بلاش فكرة إنه أنا بحبك وأنت بتحبيني وإحنا مش عارفين إحنا رايحين على فين. أنا شفت ده كتير في الحياة، مش أنا اللي شفته كردوة، لكن شفته حواليا كتير بيقعدوا فترة طويلة جدا وبنحب بعض وسو كيوت وهنكمل واحنا مع بعض، كنا مع بعض في المدرسة واحنا دخلنا الجامعة، وهيجي يخطبني بعد ما يخلص وبيختفي. فبالبلدي كده يعني زي ما بيقولوا، بعد ما بيعدي السنة بيبقى هو الإيد العليا، أنا احمدي ربنا أنا مكمل معاكي. لو أنتوا بتخشوا علاقة بقى من أولها، إيد أنت الإيد العليا وهي مش حرب، بس أنا عارفة قيمة نفسي، أنا مقدرة نفسي صح، هتتكلم معايا تمام هشيلك فوق راسي، هتفكر تق فرصه كبيره لبابا الباب يفوت جمل، هتعملني عدل اهلا وسهلا، مش هتعملني عدل ما تتكل على الله. فحضرتك عايز تمشي بقى يا حبيبي، انا هفضل قاعده حتى ايدي على خدي مستنيه واحد يعملني عدل، ما ان شاء الله ما انا عاملني عدل على فكره. اما بقى الرجاله اللي بتقعد فتره عظيمه وبتسحب تمام، وبعدين تيجي تقول لها لا سوري اصل انا مش مكمل، او ها كان عاجبك واخبطي دماغك في الحيط، ده اللي سبب بسيط جدا يا جماعه، خلينا نبقى متفقين عليه. وانا اكتشفته على فكره، الراجل بيدي نفسه اكبر من حجمه، حضرتك بتدي نفسك اصغر من حجمها، هو بيقدر نفسه اكبر من قدره وحضرتك بتقدري نفسك اقل من قدرك. لما هو هيكون شايف ان انت ممكن تستغني عنه طول الوقت او اي وقت، مش هيقدر يسيبك ومش هيقدر يزعلك ومش هيقدر يضايقك. وانتي كمان لازم تكوني جاهزة ما بينك وبين نفسك انه اي حاجة في الدنيا قابلة للانتهاء، سواء بان احنا هنسيب بعض لا قدر الله او الموت. احنا بنتولد في الدنيا وبنعيش وبنغلط وبنستغفر واواوا، بس في الاخر بيحصل ايه؟ بنموت. هي مش نظرة تشاؤمية، هي الحقيقة البحتة، هي دي سنة الحياة، اي حاجة في الدنيا بتموت الا وجه الله تعالى. كوني بقى مستعدة ما بينك وبين نفسك من النهاردة إنه أكون بحب كل حاجة حواليا، بحب عيالي وبحب جوزي وبحب أمي وبحب أبويا وبحب شغلي وبحب أصحابي وبحب كل حاجة، لكن لازم أكون حاطة في بالي ونسبة 10% إنها هتزول. فلما تيجي تحبه حبوه أكتر، فلما هتحبوه أكتر هو اللي هيدلكوا على الطريق الصحيح. ولازم تفهمي إنه قلبك في إيده وقلبه في إيده، لكن انا بحب الشخص اللي قدامي او الراجل اللي قدامي ده هيفضل يحبني طول عمره، بس في اخر هيموت، ويبقى وجه الله تعالى فقط لا غير. لا الجمال بيدوم، ولا الجواز بيدوم، ولا العيال بتدوم، ولا الفلوس بتدوم، ولا العمل بيدوم، ولا الاب والام. يعني طبعا انا مش بتكلم على، انا منزلت الاب والام دايما بقول عليها انها عاليه جدا، لكن ما فيش اي حاجه في الدنيا بتدوم الا وجه الله تعالى وفقط لا غير. اقفلوا على كده.